في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين إلى مناطقهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، وصلت اليوم إلى ممر جليغ في البادية السورية بريف حمص الشرقي مئات الأسر السورية التي كانت تحتجزهم قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية في مخيم الركبان. مخيم الركبان كله قهر وكله ذل، يعني هاي 5 سنوات ونحن فيه قهر وزل. والله شعوري بسعادة وخير أني راجع على بلدي سوري. نشكر الجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد، رجعونا لبلادنا سالمين وآمنين. كنا مخيم الركبان، عشنا حياة قاسية جدا من كافة النواحي، والحمد لله رجعنا لهون على الوطن بحياة جديدة. الحمد لله راجعين على وطننا. كل تريد الوطن، والله العظيم، والله الله يحفظ سوريا، والله يحفظ والجيش السوري والقادة السوري، كل شيء واحد يريد السلام الله يسلم. أبلغ أهل الركبان أهلنا إنهم لا يقعدون، الحمد لله إحنا عند دولتنا الحبيبة ورجعنا لوطننا الحبيب. شعوري هلأ حاس حالي إني ابن 20 سنة، والله ما لقيت مثل سوريا، والله ما لقيت وطن مثل سوريا. ما في أمان بالمخيم، والحمد لله اليوم استطعنا نطلع يعني، والمسلحين ما كنا نستجري نطلع منها ونخاف منها. اليوم قدرنا نصل لمناطق الجيش العربي السوري وصرنا بأمن وأمان هون الحمد لله، وقدموا لنا مياه، قدمنا أكل ورعاية الجيش العربي السوري، والحمد لله وجينا بنحط أولادنا بهالمدارس يتعلموا. الحمد لله إن رجعنا كان مين سالمين، ما حد قال لنا وين جايين ولا رايحين، جابونا أكل ومي. راجع على المدرسة أتعلم.